مساء الخير من جديد، بقيتوا تستنونا وإحنا كمان متشوقين مثلكم للإعلان عن نتائج التصويت والكشف عن آخر 9 متسابقين انتقلوا للمرحلة الثالثة. مساء الخير، أكيد المتسابقين عم بيستنوا يعرفوا النتيجة، خاصة وإنه الليلة كشفنا شو رح يستناهم بالمرحلة الثالثة وشفنا هناك النقلة النوعية الكبيرة ما بين المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. أكيد يا فادي، التغييرات كانت نوعية من ناحية عدد الفرقة الموسيقية، تقييم لجنة التحكيم، الديكور، الجولة السياحية في المدن والقرى العربية اللي هي بحد ذاتها يا فادي بتشكل تواصل مع الفلسطينيين في الشتات. تعرفنا على عائلات المتسابقين، أصحابهن، بلداتهن، وكل هذا عم بيزيد من حماس المشتركين ليكملوا في البرنامج. أكيد يا إيمان، للأسف مش كل اللي غنوا معنا يوم الجمعة رح يحظوا بهالمرحلة البراقة. 9 مشتركين بس قدروا يحصلوا على أعلى مجموع نقاط من التصويت ومن نقاط لجنة التحكيم اللي هني بس رح يكملوا. والحلقة اللي انعرضت الليلة رح تكون تصفياتها أصعب، لأنه علامات لجنة التحكيم كتير متقاربة وصار الدعم المباشر مستمد بس منكم مشاهدينا. من شان هيك بذكركم أنه خطوط التصويت مفتوحة بهاي اللحظات لأنكم تختاروا المتسابق اللي انتو بتحبوه. من 12 مشترك رح ينتقل معانا 6 مشتركين بس، وستة للأسف رح يغادرونا، لهيك صوتوهن وادعموهن انتو اللي رح تحسموا النتيجة. وأكيد يا إمام بذكر بطريقة التصويت، كل اللي عليكم انكم تكتبوا كلمة ستار بالعربي أو بالإنجليزي مع رقم المتسابق اللي بدكم تصوتوا له وتبعتوها للأرقام المخصصة لبلدكم، من الفلسطينية 48 على الرقم 4333 ومن فلسطين جوال على الرقم 37470 ومن باقي الدول على الأرقام المخصصة. وبذكر إنه التصويت رح يستمر على مدار أسبوع كامل. وإسا في مجموعة صوت طولها لمدة أسبوع، خلينا نتذكر كيف غنوا بالأسبوع الماضي عشان نتذكر المتسابقين وأدائهم من خلال هذا التقرير. عندك بحرية يا ريس سمر الشرقية، يا قمر الدار سلم على الحبايب، يا قمر الدار نورك صباح وانت انت رحلك من صوب مشوار وسلم لي على الحب. لوحات الله راسمة قبل ما بشوفك عيني، وابعد عن حياتي لا تبعد سلام، أقرب من أحساس القلب أقرب من كلن عم بيصلوا يا عم سلام. خي خي حبيبي لقاسي لي يا خي 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 عذبنا يطل علينا شي نهار يا مولى انو كاتبنا، مخلوق في الدنيا ليا مخلوق في الدنيا ليا مش لحد تاني. وانا لسه حبيبي بعيش خلاص وبقول يا ريت، ظلم الحب اللي كل اصحابه اسبوع لايام اللي ساعتي أزهار زينها الغواب، دموع في منديلك علي جراب. فإذا شفنا وتذكرنا مع بعض كيف غنت آخر مجموعة تأهلت للمرحلة الثانية، وإسا أجا الوقت لنعرف مين هن 9 مشتركين اللي رح ينتقلوا معنا للمرحلة الثالثة واللي مكونة من 36 متسابق. أكيد يا إيمان مغري جداً الوصول للمرحلة الثالثة اللي شفته من هالحلقة الأولى اليوم، ولكن رح تشكل النتائج مفاجأة نوعاً ما للمشتركين اللي مش رح يحالفن الحظ اللي ينتقلوا لهالمرحلة. وبالنهاية هادو قرار لجنة التحكيم، انتو عملتوا اللي عليكو، شديتوا الهمة عشان التصويت، وبالنهاية هذا هو قرار لجنة التحكيم وقرار الجمهور. أكيد يا فادي، لكن خلونا نبدأ مع المتسابق الأول. متسابقنا من الغجر واسمه إبراهيم عيسى، نتذكروا يا فادي؟ طبعاً. إبراهيم تعالوا نشوف شو أخذ نقاط من لجنة التحكيم ومن تصويتكم أنتم. إبراهيم بذكرك إنه نقاط
نقاط لجنة التحكيم كانت عندك من 45 زي ما بيظهر معنا على الشاشة 40 نقطة، ومن الجمهور حصلت يا إبراهيم على 24.3 والمجموع هو 64.3، مجموع منيح طبعاً. مبروك يا إبراهيم، بس لحد إسا بعدنا منعرفش إذا أنت انتقلت للمرحلة الثالثة ولا بعد. كل هذا أكيد متعلق بباقي المشتركين والنتائج يلي رح يحصلوا عليها. ومن الغجر منوصل لمجد الكروم، ومن مجد الكروم مشتركنا أمير دندن اللي أنا متأكد إنه أمير قاعد على نار وبستنى نتيجة الجمهور. أكيد كلنا منتذكر المجموع اللي حصل عليه أمير دندن من لجنة التحكيم، المجموع الكامل واللي كان عبارة عن 45 من 45. بس شو مع الجمهور يا إيمان؟ شو بتفكر؟ 55 لأمير دندن. برافو، والمجموع برافو أمير. أول مرة أمير دندن أول مشترك بحصل معنا على مجموع 100%، يا عيني عليك أمير. برافو يا برافو أمير، برافو عليك. لكان يا فادي من مجلس كروم مننتقل للطيبة مع ريهام جبارة. ريهام، أولاً بدي أقول لك مبروك، خطبت يا فادي عرفت؟ مبروك ريهام جبارة. تعالي نتذكر مع بعض لجنة التحكيم شو أعطتك يا ريهام، والجمهور شو أعطاكي، وشو هو المجموع. لجنة التحكيم من 45 أعطتك زي ما بيظهر معنا على الشاشة 35 نقطة، بس الجمهور يا ريهام حبيبي هنيكي كمان ولا كيف 13.9 والمجموع 48.9. استني للآخر وتعي نشوف إذا رح تكملي معنا ولا لا. ومن الطيبة رح ننتقل لأبو سنان، ومن أبو سنان أكيد لعند المشترك الياس حزان. الياس لجنة التحكيم منحته قديش؟ منحتك لجنة التحكيم يا الياس؟ تعال نتذكر إحنا وياك 38 من 45 لجنة التحكيم أعطت الياس. الجمهور كيف كان وضعه معك؟ كريم بخيل. لا منيح وضعك مع الجمهور 19.2 للياس حزان من الجمهور، والمجموع 57.2. بس يا الياس هذا بقولش إشي لأنه نسبتك متعلقة بالنسب الباقية للمشتركين، فخليك معنا للآخر عشان تشوف إذا أنت من التسع مشتركين اللي رح يتأهلوا معنا للمرحلة الثالثة. أكيد يا فادي. ومننتقل لعين ماهل مع المتسابق بلال حبيب الله. بلال، تعال نتذكر أنا وياك وفادي والمشاهدين قديش حصلت من لجنة التحكيم على نقاط. حصلت يا بلال على 21 نقطة من لجنة التحكيم. الجمهور كيف كان معك يا بلال؟ 8.9 والمجموع 29.9. تعال نشوف، دائماً في مفاجآت يا فادي. ما بقولش إشي إيمان أكيد. بالزبط. ومن بلال حبيب الله رح ننتقل لشادي عمر في زامر. شادي عمر كمان، شادي قاعد على نار أنا متأكد لأنه هيك طلب من الجمهور وتوسل وصوتولي وأنا بحاجة لأصواتكم، وإن شاء الله بحقق حلمك يا شادي. 35 كانت علامتك من لجنة التحكيم. الجمهور كان كريم مع شادي ولا؟